ارتفاع ملحوظ في أسعار أدوية الأمراض المزمنة تشهده مدينة النجف حتى باتت بعيدة عن متناول الكثير من المصابين بهذه الأمراض. مواطنون طالبوا الجهات المختصة بوضع حد لهذه الظاهرة وتوفير الدعم لهؤلاء المرضى. للأسف اليوم يفتقر العراق إلى سياسة دوائية صحيحة، وبالتالي متابعة العلاجات المهمة وتوفيرها بمؤسسات الدولة خصوصا لأصحاب الأمراض المزمنة، وبالتالي اليوم هذا النقص الحاصل بهذه الأدوية يكلف المواطن ويكلف أصحاب المرضى مبالغ طائلة بالصيدليات الخاصة. بعض الصيدليات عندها جشع قوي، يعني الأسعار غالية كلش. المفروض تكون أكو رقابة من وزارة الصحة خصوصا ونقابة الصيادلة بالمراقبة على تحديد الأسعار، يعني لازم تكون الأسعار موحدة. وتعزو نقابة الصيادلة في المحافظة هذا الارتفاع إلى عدم وجود تسعيرة ثابتة لهذه العلاجات، الأمر الذي شجع تجار الأدوية على التحكم بأسعارها في السوق المحلية. حقيقة مسألة تفاوت الأسعار بين صيدلية وصيدلية من المشاكل اللي حقيقة يعني كنقابة احنا نواجهها ونشتغل عليها، بس احنا عندنا فد قضية، انه قضية تفاوت الأسعار هواية الأسباب، من ضمن أسبابها أنه عدم اكتمال التسعيرة الدوائية اللي المسؤول عنها وزارة الصحة حسب المادة 49 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة. مديرية صحة النجف من جهتها تؤكد أن معالجة هذه الظاهرة يتطلب تشكيل لجان حكومية مهمتها وضع الحلول المناسبة، مشيرة إلى جهودها في الحد من هذه الظاهرة المستمرة. اليوم الفرق قسم التفتيش المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة متابعة لأغلب الصيدليات والعيادات التي ترفع في أسعار الأدوية، وهناك مجالس تحقيقية، وهناك الكثير من الصيادلة قد غلقت، وذلك بمتابعة قسم التفتيش. ويرى اقتصاديون أن أحد أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات يعود إلى أزمة تذبذب أسعار صرف الدينار، والتي أدت إلى موجة غلاء طالت جميع القطاعات الاستهلاكية. ورغم الجهود التي تبذلها السلطات في البلد إلى أن قطاع الصحة وبحسب مختصين يحتاج إلى إصلاح جذري ومنظومة جديدة قادرة على توفير ما يحتاجه المواطن وبتكلفة تتناسب وإمكانياته المادية. علي الحاج الحرة، النجف.